الإرشاد الإعلامي المغربي اليوم يتأرجح بين اتجاهين. اتجاه بأن هناك كثير من المكتسبات التي جرت منذ 2002 إلى الآن على المستوى القانوني وعلى مستوى الحريات وعلى مستوى الممارسة، وتأرجح أيضا وتأرجح في نوع من الممارسات التي تعارض اتجاهات الإصلاحات، وبالتالي فهذا يطرح إشكالية كبيرة ما بين النصوص المعبر عنها في دستور 2011 ونصوص القانونية التي تنظم الحقل، والتي كثير في كثير من الجوانب هي مقبولة وصالحة، والممارسة التي تعبر في كثير من المرات حتى عن تراجعات حول هذه النصوص التي وضع المغرب خلال مرحلة انتقالية طويلة. عملية ما الذي يجب القيام به؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بسياق وطني وسياق دولي أوسع. الآن هناك نقاش عالمي خاصة مع إصدار الإعلان العالمي حول الإعلام والديمقراطية الذي صدر يوم 5 من هذا الشهر بباريس، ووقعه 25 شخصية عالمية، والذي يدعو إلى نوع من إعادة الموائمة للقوانين الوطنية والتشريعات القائمة للمجال الإعلامي، سواء في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، وفق مواصفات تميل إلى تكريس الديمقراطية وحرية التعبير والحق في المعلومات واحترام الخصوصية والحد من الأخبار الزائفة. وأعتبر أن المغرب عليه أن ينخرط في هذه الدينامية الجديدة، وأن يكون من الدول السباقة التي تتبنى هذا الإعلام العالمي الذي تمت الموافقة عليه حتى الآن من 12 دولة عند الإعلان عن ذلك. ولا شك سيشهد نقاشا واسعا على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي. ولا شك بطبيعة الحال الإعلام يمكن أن يلعب دوره كما هو مطلوب به منه، ولكن ذلك يتطلب أن البيئة الحاضنة أن تكون بيئة سليمة، وبالتالي فالبيئة الحاضنة هي دائرة العلاقة بالسلطة، أي العلاقة بين السلطة العليا والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. يجب أن تكون علاقة متوازنة وشفافة وتتمتع بالاستقلالية الكاملة وبروح الديمقراطية والمؤسساتية، مما ينعكس إيجابا على الممارسات الإعلامية ذات صلة بالمجتمع، التي من المطلوب أن تجعل الإعلام في خدمة المجتمع وفي خدمة بناء ديمقراطية راشدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.